première année fonction affine. Bon, normalement ils ont كنت فرشت déjà fonction linéaire قبل. مش مشكل نجم نعاودو من الاولى في. باش نذكرك جينيرالمون شنو هي فونكسيون هي. سوبوزون عندي عدد ان ريال. باش نابليك عليه عملية تحويل تبدلو. معناها الاول اسمه اكس تحصلت على بعد التحويل تحصلت على واحد اخر اسمه ايكغيك. التحويل هذاك نسميه اف. ديجا احنا ديجا قرينا واحدة من اللي اف الممكنين كي قرينا انه اف دو اكس ايتيغال ا فوا اكس وسميناها التحويل هذيك سميناها فونكسيون لينيير. تو باش نقراو الافين. الافين اش تعمل للاكس؟ اكس هذاك الريال معناها بارتيان ار تشدو تضربو في ريال ا وتزيد له انوتر ريال بي باش تتحصل على غريك. هذه طريقة التحويل هذه اسمها افين فونكسيون افين. بون لي غريك هي اف دو اكس خاطر كي نابليكي كل اف هذيك على الاكس مش نتحصل بالطبيعه على اف دو اكس. الاول بي موجودين في ار بالطبيعه سوسون دو ريال. اكزامبل كي نقولك شد لي اكس الكل يعني لي ريال ابليكي عليهم 3 فوا اكس موان زان فونكسيون افي باش نلقى لي غريك الممكنين اللي هما لي اف دو اكس. يعني اي اكس ريال يخطر لك في مخك زيرو مثلا كيف نبليك عليه 3 فوا زيرو موان زان باش يخرج لي اي ايجال موان زان اللي هي الاف دو اف دو زيرو. مثلا نحط لي اكس 1 نبليك عليه 3 فوا 1 موان زان باش يخرج لي 2 اللي هي اف دو 1. حط لي اكس 2 مثلا نبليك عليه فونكسيون افين 3 فوا 2 موان زان باش يخرج لي 5 اللي هي الاف دو 2 ليماج دو 2 ليماج دو 1 هنا ليماج دو زيرو هنا. دونك اي و الاف دو اكس هذه سي ليماج دو اكس. نفس الفاز اللي قلناها في اللينيير يولي الاكس هو الانتيسيدون. وحده ليماج بار اف والاخرى الانتيسيدون بار اف. يعني هوني لو موان زان هو ليماج دو زيرو و زيرو هو الانتيسيدون دو موان زان بار اف. وفي الثانيه عندنا دو هو ليماج دو ان يعني الان هو الانتيسيدون دو دو. تو ثالث كيف كيف نجم تستنتج وحدك ماله 5 هو ليماج دو 2 و 2 هي لونتيسيدون دو 5 بار اف زد. نفس التفسير متاع ليماج لونتيسيدون اللي قلناه في اللينير ودايور هو بيدو بارتو في لي فونكسيون الكل باش تقراهم بعد. اللي خرجت منه هو اكس وتحصلت في الاخر على ايغريك او اف دو اكس هاك الاف دو اكس او هاك الايغريك هذيك ليماج. بون كل فونكسيون افين تتكتب ديما ا اكس بلس بي. سوبوزون بدلت الا والبي مثلا الا 5 والبي نحطها 7 بالطبيعه تولي لي فونكسيون افين واحده اخرى بيان سور سميتها لك جي مثلا ا تكون اللي تحب موان زان دومي باغ اكزومبل ونحط لك مثلا البي مثلا موان 7 سور 8 بالطبيعه فونكسيون افين واحده اخرى سميها اش مثلا اكسيتيرا ما يفاوش الي اكزيست اون انفينيتي. اين نرسموها توا الفونكسيون افين. خلينا ناخذ اكزامبل نتاع وحده كيلكونك بون نختار اللي بدينا بها 3 اكس موان ز. هذه هي فونكسيون افين الا نتاعها 3 والبي نتاعها موان ز. هاك الا هذاك اسمه الكوفيسيون ديريكتور اللي لاصق في الاكس ان جينيرال حتى لو بدل لكم بلايصهم مشيش تحصلوا. وهاك البي هذاك اسمه لوردوني ا لوريجين. باش نقولك علاش اسميهم هكاكا دايوغ. كيفاش نعمل ديجا لا ريبريزونطاسيون نتاعها الفونكسيون افين اللي حطيتلك في ليكزامبل لهنا. ما هو هذم لي زيكس اللي هما لي زابسيس هذوما لي زيكغيك اللي هما لي زوردوني. بون مثلا الموان زان هوني زيرو ان دو وما يوفاوش. نعمل جدول صغير باللي زيكس الممكنين ناخو كعيبات موان زان و زيرو و ان و دو مش نخذلك لي زيف نتاعهم لي زيف دو اكس دونك لي زيكغيك هوني مش يكونو لولا مش تكون اف دو موان زان بالطبيعة تبدل الاكس هذا بالموان زان مش تعطيني 3 فوا موان زان موان زان موان 4 كيف كيف زيرو 3 فوا زيرو موان زان مش تجيني موان زان الان توا 3 فوا ان موان زان 2. كل فونكسيون افين نعملها هكا راهو جست نبدل كالا و البي و نفس الحكاية ليماج متاع 2 5 باهي. كل كوبل نتاع اكس و جريك بالطبيعة قرينا من قبل كوبل باش يعطيني نقطة فهمنا. معناها مثلا نبدأ بالموان زان موان 4 نقطة هذيك هاي هوني نهبط من الموان زان نجي في الموان 4 ونحط النقطة متاعي هاك صفر. ناخذ نقطة أخرى زيرو موان زان نجي نحطها باش نلقى روحي من زيرو نهبط الموان زان هاذي نتعدل هاذي أن دو من الأن نطلع 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 لين نقابل الدو من هاكا ونحط نقطة كي تكملهم الكل باش يعطيوك دغوات.
افيكي الريبريزونطاسيون غرافيك نتاعي، توت لي ريبريزونطاسيون غرافيك دي فونكسيون افين هما مشات لهم دي دروات. نرجعوا لكلمة اوردوني على الاوريجين، هو الاوردوني على الاوريجين في لي فونكسيون افين اون جينيرال باش يطلع الانترسيكسيون بين هاك الدروات اللي رسمتها والاكس او ايغريك، شفتها هذيك هي الاوردوني على الاوريجين، والا اللي هو البونت هذيك ولا كوفيسيون ديريكتور نسميوه البونت، هذيك باش يعطي الميلان نتاعها الدروات هذيك، فهمت كيفاش؟ معناها ديجا كان تبدل الا توا الدروات هذيك تميل لك هكا، فهمت؟ ولا تميل بطريقة أخرى. دونك نجم تجيك ما غادي انت وتبديل الا تستحفظ على الاوردوني على الاوريجين نتاعها ما يدور، مي باغ كونطخ كي تبدل البي دغوات تولي تطلع وتهبط، لكن هتستحفظ على الميلان هذاك. معناها مثلا انا بدلت البي دغوات باش تطلع لي الفوق مثلا، ولا مثلا تنجم تهبط لوطا جيني غادي، اما تقعد متوازيه مع الاصليه على خاطر هاك الا يعطيك البونت بالضبط. استيوس نعطيها لك، تنجم تاخذ مثلا لوجيسيال جرافور معناها اون لين على التليفون ولا على التابلاتات والبيسيات، معرفش فما واحد ديسموس اسمه، فما واحد اخر اسمه جيو جيبغا، برشا فما هم تشد ترسم بيه فونكسيون افين، تبدل ا برشا مرات تشوف شنو يصير، بدل بي برشا مرات تشوف شنو يصير، داير دخلك في مخك الحكايه بالكدا بالكدا. ولكن نمشيش نظن في مخي اللي باش نرسم فونكسيون افين لازمني 100 نقطه ولا قداش من نقطه، اون فيت هي ماي دروات. دونك باش نرسمها يلزمني دو بوان فقط، اكزامبل بالضبط كيما قلنا في اللينير. حطيت لك روبير انا تو باش نعطيك فونكسيون اف دو اكس ايغال مثلا، علاش نحط لك الا في موان 3 ونحط لك البي 6، وتحصلت على فونكسيون افين بي. نحط نقطة معناها يكفي اني نحط نقطة كيما قلت في اللينير، نرجع نفس الحديث بما انه لي زيكس هما انفيني، نفكسي الاكس على روحي نختار اي نمرو نحب عليه، نختار صفر مثلا شنو باش يعطيني كوم ايغريك، لا النقطة ذيك باش تجيني بعيدة، نختار اكس ايغال كتو تستنسو بدرس تولي وتعرفوا تختاروا هنا النقطة اللي باش تعمل بها التصويرة نتاعك. بون باش نحط لك اكس ايغال 2، قداش باش يكون الايغريك اللي قبل 2 هذيك، تعمل موان 3 فوا 2 بلس 6 قداش باش تطلع لك، تعطيك صفر معناها الايغريك نتاعها زيرو، معناها نمشي نحط النقطة على روحي انا النقطة هذه هي 2 زيرو نحطها وهي بنقطة برخ وقيتش الدروات، أنا مازلت ما لقيتش الدروات يلزمني نقطة أخرى، نحط إكس آخر ميلا مثلا نختار الآن مثلا لي غريك مش تقول كي نعم موان 3 فو 1 بلو 6 باش نقل ليماج معناها متاع الآن هذيك، موان 3 فو 1 بلو 6 قداش تعطيك 3، معناها وقت لي الإكس 1 لي غريك 3 معناها النقطة هي 1 3 اللي باش نحطها تو، هذه هي شفتها سي زوز نقاط يعطيو دغوات ولا نجم نربطهم بعضهم يعطيو دغوات، لاني متاكد اللي هي دغوات بالطبيعه خاطر افين مكسرش راسي ولا وجه نقاط اخرين بيان سور باش يطيحوا فوق الدغوات خاطر با اون توكا اون جينيرال لازمك تفيكسي ليكس تلقى الكريك نتاعو، نجم تفيكسي اكس اخر تلقى الكريك اخرى يجيوك زوج نقاط. تو باش نعملو العكس، باش نعطيك دغوات قلت لك طلع لي فونكسيون افين اللي تقابل الدروات هذيك، الدروات الخضراء هذيك بالطبيعه سي اون فونكسيون افين، اي دغوات راهي فونكسيون افين في وسط روبير، نجمش نطلعها شني بي كيفاش باش نعمل؟ انا نعرف اللي هي اف دو اي كاس اي قال ا اكس بلس بي سي سيور، معناها وين كيفاش نعرف شكون الفونكسيون افين؟ ما لازم طلع الا طلع البي، فهمت؟ هما اللي يميزوا الفونكسيون افين، يعني كان نلقى الا نلقى البي نلقى فونكسيون افين، ما كاش نقام ا والبي هذوما بي بور لو مومون. يا سيدي احنا قلنا ديجا اللي البي هي لوردوني ا لوريجين، تتفكروها معناها التقاطع نتاع الدغوات والاكس او ايغريك، لو كان نمشي نشوف هاك التقاطع هذيك تنلقى هوني 3 شفتو هاك 3، دونك ديجا طلعت البي طول انا بالرسم هذا تجي 3 البي، معناها مش تجينا الحكايه ا اكس بلس 3، مازالت حويجه مش معروفه مازالتك الا زعما كيفاش نلقاها. بون هذه ايغريك ايغال ا اكس بلس 3، لو كان نفكسي وحده اكس والايغريك اللي معاها تنطلعها الا، سي تري فاسيل معناها مثلا اني الاكس والكريك نتاعها ظاهرين برشا هوني، مي باغ اكزومبل فيكسي هذه ريتا مثلا شعطاتني عطاتني ان مقابلتها 5، معناها الاكس هي الان والكريك هي 5، معناها 5 ايغال ا بلس 3، طلعت معادله ايكواسيون مجهول نتاعها ا لو سول انكونو سي ا، معناها ال ا ايغال تطلع 5 موان 3. بون لو فوا 1 هذي ما حسبتوش خاطر يتنحى الان، لو كان جا فوا نمرو اخر نقسم عليه كان نمرو هيك اوكي، دونك سور ان ما تتحسبش. الان نتاعنا جات 2 في الاخر، معناها من الاخر
فونكسيون هي 2 اكس بلس 3 فونكسيون افين طلعناها. نردو بالنا ساعات مثلا نمرو اللي هوني هكا التقاطع تلقاه بالفاصل نجمش نقراها معناها نعرفش على روحي فاصل واحد فاصل اثنين اكزامبل تو سويت. مي نثبت مع بعضنا فونكسيون افين هذي باش نقولك تو طلع الايكواسيون نتاعها معناها اف دو اكس ايكال ا اكس بلس بي قداش كيفاش باش نعمل تاع نجي نشوف مثلا انا مازلت كي قلت لك فازت البي مش نجي نشوف نلقى روحي فما حاجه فيغيكول هنا جاريف با على ديتيكتي. بون اللي هي ميثود ستاندار خلينا نقمروها مع بعضنا نحفظوها ونفهموها سورتو. دونك il faut prendre un point ظاهر. دونك مثلا اذا ا شبيه البوان هذاك عنده الاكس نتاعو 1 والاغريغ نتاعو 2 اوكي معناها اكس ا هي 1 و اغريغ ا هي 2 بي ناخذ واحد اخر بي هذي البوان بي هذي عنده الموانزا والموانزا مالا اكس ماهوش نكتب لك هنا موانزا موانزا اكس بي هي موانزا اغريغ بي هي موانزا اوكي. نحفظوا مع بعضنا القاعده نتاع لو كوفيسيون ديريكتور ا كيف ناخذ اي زوز نقاط راهو باش يطلع لي كوفيسيون ديريكتور هذاك y a moins y b sur x a moins x b. On peut prendre cette règle comme règle générale باش نطلع بها اي كوفيسيون ديريكتور باي زوز نقاط ناخذهم من اي دروات. إيه نذكر في فازة اللي ملاحظ هي شراهو y b مو y a سور x b مو x a ديك نفس الحكاية كيف كيف راه المهم يتحط البيت الكل على اليمين ولا a على اليسار ولا العكس ديك نفس النتيجة في الاخر. طلعوا هو لول مال الان تاعنا نجم حتى نعطيك دي كوردونيت سخت دو دو بوان ما غير ما نعطيك جراف سار ريف نقولك لا دروات باس بار لو بوان ا دو كوردوني 1 2 اي بار لو بوان بي دو كوردوني موان 1 كيف كيف تعمل هكا طلع ا هو الاول. دونك اي ا اللي هي 2 نحي منها اي بي اللي هي موان 1 نكتب موان 1 في قوس مو موان 1 رد بالك من الفازه هذيا احترم العلامات اكس ا اللي هي 1 نحي منها اكس بي اللي هي موان 1 تحلي لي موان موان 1 بيان سور. دونك جو في افوار 2 plus 1 sur 1 plus 1, je vais avoir 3 sur 2. La terne est 3 demi. Donc, le quinet, avec la pente à droite, mais le f de x interne est 3 demi x plus b. Mais le f de la main qui est l'ordonnée à l'origine, mais je vais avoir barcha. Nabda bel a et l'oula. توا نرجع لنفس الفازه اللي مازلت كي قلتها لك في التمرين اللي قبله. طب شو نطلع البي يعني نعمر الاكس والجريك بدو فالور نتاع نقطة أخرى ناخذ أي نقطة ظاهرة على الكور بيان سور نجم ناخذ النقاط اللي بديت بهم كيما الآن دو والموان زان موان زان مثلا بدل إكس مالا بالأن واللي غريك بالدو كيما عطاتنا البوان أ جيك دو يقال تخوا دومي فوا أن بلوس بي كيفاش طلع البي مالا تخوا دومي فوا أن تمشي من هكا تولي لك دو موان تخوا دومي فوا أن يعني دو موان تخوا دومي موان تخوا دومي بلوس دو كيف كيف تعمل توحيد مقامات وكل شيء تجيك أن دومي البي نتاعنا تجي أن دومي كيف البي يقال ان دومي اوكي هذيك ان دومي نرجع نكتبها مالا اف دو اكس ات يقال 3 دومي فوا اكس بلس ان دومي معناها عرفت الفونكسيون بتاعي نتا من خلال الدروات. و بيان سور نذكر بالطبيعة اللي وقت اللي عندنا اف دو اكس ايغال ا اكس بلس بي وقت اللي البي زيرو راهو اف دو اكس جينا ا فوا اكس مالا جينا لينيير نستنتج اللي الفونكسيون لينيير هي كا بارتيكولي من الفونكسيون افين معناها اللينيير بكلهم راهم افين راهو اوكي العكس لا بطبيعة ولكن كي نحط الا زيرو مثلا انا عندي اف دو اكس قال اكس بلس بي افيك ا ايغال زيرو معناها زيرو اكس بلس بي هذي اش مش تعطيني هذي زيرو اكس بلس بي مش تعطيني بي اف دو اكس ايغال بي هذي يا سيدي تابع الافين بالطبيعة ولكن كونستانت ما فيهش اكس يعني كي نجي نرسمها مثلا البي واحد مش تجيني ستر هذا الكل مثلا البي دو مش تجيني ستر هذا الكل لو كان البي موان زا تجيني ستر هذا الكل. المعلومة هذه سيلتو بلاي شدها حتى اش للباك والبعد الباك وتجوخ نحب يكون قراية السنة تكون ديفينيتيف بالنسبة لكم تشدها مرة واحدة بوغ توجور زادا. انتم تدخلتوا في الدرس هذا هو الباز بتاع برشا دروس اخرين باش نقراوهم بعد في المات
وي تسمى ساعة على الآخر خاطر أنا غيان فيو حنا توا. مي أهم حاجة لي زيكزارسيس، متعملش التمارين مع منها شايرة، لازم تكسر راسك باش تطلعها. كي بتخدم في التمارين لازم تعمل أنالوجي بين اللي فهمته في الفيديو وبين الإكزارسيس متاعك. أي حاجة تشوفها في التمرين ترجع فين ريتها في الفيديو بالضبط. لازمك زادة تعمل ريزومي بيدك، تاخد ريزومي من كتاب الكور مثلا وتقارن زادة الكور اللي قريته كال، هي الحاجة اللي حكينا عليها احنا. مازالوا فازات اخرين في الدرس هذايا، الباقي ان شاء الله في لي كور انتر اكتيف. نجمو تتصلوا بينا على الباجات ريزو سوسيو متاعنا، فيسبوك انستغرام مات يونيفرس، وعلى السيت matyunivers.com. يعطيكم الصحة.